حدث أن الطلبة التلاميذ يعني بلغوا بذلك فتظاهروا داخل تكنة. جاء صاحب الجلالة بنفسه إلى مراكش وطردوا جميعا، والهيئة التعليمية أعيدت عن آخرها. فقال لهم الحسن التلمي هذا العبث، عملنا إضراب أول في 14 يوم بمثابة تدريب، ومن بعد درنا إضراب لأول مرة في تاريخ الإضرابات في العالم حسب علمي. من بعد طورت وصل 36 يوم، اجتمعنا واتفقنا على استمرار الإضراب، وهذا تيعني الموت، وصوتنا على الموت. مشاهدينا الأعزاء أهلا بكم، يتواصل حوارنا مع الأستاذ عبد الصمد بالكبير الأكاديمي والناشر والمحلل الاستراتيجي. نعيد الترحيب بك الأستاذ عبد الصمد، هذه الحلقة الرابعة. حينما تم إلحاقك بالمدرسة العسكرية بمراكش، مدرسة الطيران، كيف تم ذلك؟ في أي سنة؟ على كل حال طبعا ملي جات المحاكمة ديالي وحدي مع عزيز المنبهي وعبد الواحد، ولكن هذوك على اساس الاتحاد الوطني للطلبه، وكان الجو في المغرب تبدل بسبب المسيره والتوافق اللي كان الى اخره، فاطلق سراحنا بعدم متابعه. انتم بثلاثه؟ ايه طبعا، انت والمنبهي وعبد الواحد. هو رئيس طبعا المنبهي من بعد هرب، وبالمناسبه كانوا اعتقلونا انا وياه ودونا الوجدة، ظنا منهم أننا يمكن نهربوا، هكذا فهمنا، حطونا في واحد الممر في الكوميسارية، وجابوا حوالي 500 رجل أمن في المنطقة كلها في جيج وإلى آخره شافونا. إذن المعنى ديالها إذا ظهرتم في شرق المغرب فستعتقل. طبعا هو خرج عن طريق السبيطار، أنا ما عمري تنفكر نخرج بالطبع. على كل حال ملي خرجتي من السجن، خرجت المندوب ديال التعليم السي الهلالي الله يرحمه اقترح عليا باش نمشي للمدرسه العسكريه. هذا المندوب ديال التعليم في مراكش، ظنا منه كيف قال لي، انا قلت له كيف انا عاد خرجت من السجن، قال لي السبيل الوحيد لحمايتك وربما اعز اليه هو الجيش سيحميك. وفعلا ملي مشيت التحقت بالمدرسه العسكريه كمستاذ للغه العربيه لقيت الكولونيل الغوتي، رجل رائع جدا، فقلت له نفس السؤال، قلت له انا كنت معتقل محسوب سياسيا ولذلك انا اتخوف من هذا التعيين. قال لي هل تريد ان تدرس؟ قلت له نعم. قال لي اذهب في المغرب، اقل الناس يمكن ان يعتقلك بدعوى انك تدير السياسه. حصل أنهم دائما كانوا يعتقلون مناسبات حل اتحاد الوطن للطلبة دائما، لذلك وصلت اعتقالاتي إلى 13. فجات الذكرى ديال حل اتحاد الوطن للطلبة المغرب. هذا الحل اللي تم في 24 يناير 1973. إذا 24 يناير 77 أظن إلا بقيت عاقل أو لا كذا، اعتقلوني البوليس، ما انتبهش بأنه أنا وليت ندرس في المدرسة العسكرية. اعتقلوني غير احتياطا، تيقولوا لي رسميا من الافضل ان تكون بين ايدينا 3 أيام 4 أيام حتى اذا وقع شيء ما ندافع عنك بانك انت تحت ايدينا. لان عاده معناها كانت كتنظم احتجاجات دائما، ولذلك دائما اعتقل في هذا التاريخ دائما. فأمي ذهبت إلى الكولونيل اتصل بالولي الأمن كذا، قال لي كيفاش تعتقلوا إنسان إذا كان دار شي جريمة في عندها علاقة بالجيش؟ أنا اللي غادي ندير مع التحقيق، إذا كان دار شي حاجة عامة خصني نحضر، لأن هذا نحن ولاة ديالو، نحن مسؤولين عليه، ولذلك عليكم أن تطلقوا سراحه الآن أو سآتي لإطلاق سراحه. فاضطروا. ف حدث أن التلاميذ بلغوا يعني بلغوا بذلك فتظاهروا داخل تكنة. كانت عندك علاقة طيبة جدا
جدا. ولكن هما عندهم نظام عسكري معناه ذلك معنا اي تمرد غادي يعرضهم طبعا لا طبعا جاء صاحب الجلاله بنفسه الى مراكش وطردوا جميعا طردوا الطلبه كلهم والهيئة التعليمية أعيدت عن آخرها مع أنك أنت العربي إحنا مغربيين فقط والباقي كله فرنسيين. فقال لهم الحسن الثاني ما هذا العبث. ولكن الحسن الثاني في ليلة من الليالي كما قال لي أحد المسؤولين انتبه بأن هذه كانت هي النخبة على الصعيد الوطني كانت يجيبوهم من مختلف الرياضيات سكتانية الرياضيات من مختلف مناطق المغرب فكانت هذه هي النخبة هذوك الطلبه هذوك الطلبه فقال لهم اعيدهم ارجعوا لهم ولكن لقوا الكثيرين ذهبوا مذاهب اخرى وهذوك اللي رجعوا الان فيهم ضباط فيهم جنرالات فيهم وهذوك اللي ما كملوش بقاو على اتصال معايا بالكذا فيهم اساتذه جامعيين كبار على الصعيد العالمي في واحد في كندا في الرياضيات على كل حال المظاهره في وسط وبقيتي في هذه المدرسة حتى لا 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 مباشرة يعني قالوا لي اختار أي ثانوية في مراكش اخترت ثانويات الكتبية التي كانت بقربي قرب سكني والتي وقع فيها نفسي إلا بالمناسبة عندما اعتقلت في 72 كانت مظاهرة في الاسم محمد الخامس ماتوا فيها تلميذين وتوقفت تقريبا مراكش ونفس في المدرسة العسكرية النقابة الوطنية للتلاميذ عندها علاقات قوية وخاصة لا وعلاقتي مع التلاميذ كانت جيدة مع أنه ما طولش كثير إنما التنظيم داخل داخل إذن مثلا طالع الأطلسي كان تلميذ ديك الساعة في الاسم طالع السعود كان تلميذ عندك؟ ها؟ كان تلميذ عندك؟ لا أنا كنت نقرني في قسم وهو كان في ولكن كان تلميذ في الثانوية وكان من الذين حركوا من نشطاء النقابة الوطنية تظاهرة وأيضا كانوا أساتذة كثار جيدين كانت ليسي واحد الخامس وكملوا أنها كلية فنفس الشيء وقع لي تال من بعد عندما يعني جاوا باش يعتقلوني في مناسبة الإضراب العام اللي دار الأموي نفس الشيء انتفضت الثانوية ووقع توقف فإذا هكذا خرجت من المدرسة العسكرية إذا نعود نرجعوا للاعتقال ديالك في 73 اللي قلنا أنت كنتي مع مجموعة ديال النقابة الوطنية للتلاميذ 36 عملنا إضراب أول في 14 يوم من مرتبة التدريب ومن بعد درنا إضراب لأول مرة في تاريخ الإضرابات في العالم حسب علمي من بعد طورت وصل 36 يوم طبعا الإضراب اللي من بعد داروا المعتقلين ديال اللي لعبوا والآخرين دام أطول اللي مات فيه النبي وجاء ديك الساعة الوالي العلوي والعلوي وما أدرك يعني اللي هو صبح وزير العدل كان رجل ثقة ديال القصر الملكي ورجل وطني وبالتالي كلمته مسموعة وفاوضني لماذا؟ لأنه اجتمعنا طلبنا مهلة للتفكير في القرار حول استمرار الإضراب هنا راه داز تنظمت المسيرة طبعا بعد المسيرة هذا لا لا بعد المسيرة بعد المسيرة لا لا قبل المسيرة قبل المسيرة قبل المسيرة قبل المسيرة ولكن الطرحات قضية الصحراء وبدا الإجماع الوطني وبدات الأجواء الجديدة تماما معناها رحنا في 75 ايه. نعم ايه. على كل حال درنا ذاك الإضراب اجتمعنا في الساحة حول الموقف تخوفنا من أنهم جاءنا خبر بأنهم شي غادي يشتتونا في المغرب وبالتالي غادي يمشيوا عند كل واحد بوحده يقولوا لي راه الآخرين حلوا فكوا الإضراب هذا ديك الساعة كان حدث استثنائي في تاريخ المغرب وربما في العالم العربي وصلنا أظن 25 يوم ولا وكان بدا الشلال واحد هو المسؤول الان راه معتقل عند البوليزاريو الان لان كان هو مدير الامن المدير العام للامن الوطني بين مزوجتين في البوليزاريو كان معنا معتقل حيرت اظن حيرت تشل ولكن اجتمعنا واتفقنا على استمرار الاضراب وهذا تيعني الموت وصوتنا على الموت وبالاجماع بحال هادشي اللي وقع في غزه وقرر الجماعه انه لن يفك أحد إضرابه إلا بعد أن أتصل به أنا شخصيا فأصبح السلطة في يدي
وهم يعرفون ذلك طبعا. فجاء الوالي تذكر معايا وفعلا كان رجل عجيب جدا، قال لي التزم معي، قال لي تعرفني وتعرف وتعرفون أبائي كلمة الرجال، ستفكون الإضراب، هذا في اليوم 36 35 ستفكون الإضراب وأنا كفيل بإطلاق سراحكم مؤقتا. وكذلك حصل، ومن حس الصدف كانوا أطباء يوغوسلافيين هما اللي وقفوا على العلاج ديالنا في المشفى. وطبعا أنا من بعد بقيت في للمحاكمة الثانية اللي كنت متابع فيها ديال المجموعة التنظيمية باولا ديال 23 مارس وفعلا أطلق سراح الجميع وبقيت وحدي. وقدمت لاحقا بعد المسيرة. طبعا في هذه المناسبة مزيانة نتكلم عليها، لأنه انتقلت إلى عين برجة، وفي عين برجة كان المجموعة ديال 3 مارس تما. وبالمناسبة هذه كانت مهمة جدا، لأنه شكون لقيتي من العناصر ديال مجموعة 3 مارس؟ كلهم طبعا، المجموعة ديال الدار البيضاء كلها بدون استثناء. كانوا اللي تعدموا راهم تعدموا؟ لا 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 الجماعة الحزبية، الحزبية إيه يعني ديال المجموعة فيها يفوت مثلا سالم يفوت وهذا اللي كان سكرتير التحرير ديال الجريدة المحرر بوهلال وهذا علي المانوزي المانوزي طبعا تما تعرف صاحبنا بزاف اخيري تما عائله هذاك صالح اللي كان في المقاومه اللي كان في المجلس البلدي ديال الى اخره. فهذاك الوقيته كان عندي علاقات مع الخارج. جاتني في علبه طيد في المعمل زرعوا البيان تأسيسية البوليزاريو وبالصدفة أو لا عن قصد لا أدري، على كل حال كنا تندخلوا بهذا الشيء قبل ما يسلموا لي السلعة اللي جاتني المواد، حلوا لقوا البيان تأسيسية البوليزاريو. هذا جيبوا لك العائلة ديالك؟ ماشي العائلة، لا جهة أنا والله لا أعرفها إلى الآن. على كل حال بيان مكتوب بخط اليد، من بعد عرفت، انا ما عرفتش. كان واحد الوقيته من حس الصدف كان من المسؤولين راه قلت لك ديال الحرس واحد مقاوم جاء خبرني المدير السجن زوجته فرنسيه، وربما ايضا هذاك الحارس ولحسابات تهمهم لا ادري كيف حصل. على كل حال قرروا أن لا يحيلوا الموضوع على الأمن وأحرقوا الوثيقة وزيد في عمري لأنه يعني الأمر مازال جديد طري. كانت خلال هذه المحاكمات شكون هما المحامين اللي دفعوا عليك؟ طبعا المحامين كانوا كتار، ولكن المحامي الرسمي ديالي كان هو عبد الرحيم برادة، وبالمناسبة هو اللي كان خبرني بالقضية عمر بجلون، بالاغتيال ديال عمر بن جلول. لا، قبل اغتيال عمر بن جلول 15 يوم كان هذا الشيء خبرت به ديك هيئه المصالحه وكذا. كان عمر بالمناسبه هذه مهمه يعرفها الجمهور، كان المجلس الوطني للامن كان تيحضر فيه بوستا وعبد الرحيم وعبيد الحيان. عبد الرحيم وعبيد ما كانش تيحضر، تينوب عليه تيبغي ينوب عليه اما ليزغي ولا عمر بن جلول. الحسن الثاني رحمه ما كانش تيطيق ليا صغير لانه مقطوع ليه صباعه تيبدا كثير. اذا كان عمر بجلون هو اللي تيجي. خلال المناقشات كان لاحظ الحسن الثاني الله يرحمه ان خطاب الجيش وخطاب عمر يكاد يكون متطابق. في ماذا؟ هذا الشيء راه حكاه السي محمد بوستا في مقال مهم جدا في تأبين الحسن الثاني في 1999. قال فضائل الحسن الثاني ثلاثة، منها هذه اللي بغيت نتكلم عليها، أنه الحركة الوطنية والجيش كانوا تيطلبوا بحق المطاردة لأنه قانوني. الحسن الثاني كان تيرفض، معناه البوليزاريو كيضربوا إذا وتيهربوا ما تتبعوهمش للجزائر، دخلوا مع تبعوهم للتراب الجزائري. أي هذا كان تيعني حرب، معناه عمر الحسن أيضا كان كيقول طبعا جدا. لأن عمر للأسف هذا الشيء راه كتبتوه في مسألة الصحراء كان يخلط
بين مسألة تحرير التراب ومسألة التحرير الداخلي. هذا الشيء وعبد الله إبراهيم كان تيجاوب عليه. هذه مسألة بدائية وهذه مسألة خصنا الفصل بيناتهم، ماشي نستعملوا بحال كيفكر الصحراء وسيلة لحل المشكل الديمقراطي. مسألة الديمقراطية مسألة بدائية عندها طريقتها، ومسألة الصحراوية عندها كذا. عمر كان تيقول كلام لا يليق أن أقوله، ولكن كان شوية شعبوي. إذن كان تيعلن أنه يشتغل في قضية الصحراء لإحراج السلطة، إحراج الملك، يعني نربحوا الصحراء ونربحوا الديمقراطية. غير أنت عرفتيه عن قرب عمر بن جلون؟ جدا، اللي كان ماشي عن قرب، لأن عن قرب طبعا، ولكن أنا في مراكش وهو، ولكن كان تيزورنا وكنا تنزوره، وكان لينا عمر كان دينامو يعني لا يقف عن الحركة، ويعرف الحزب بدقائقه وخصوص الشبيبة. وبالتالي كان تيصيفط لي عبد الرحيم برادات يخبرني بكل شيء، من جملتها أنه مرانا عندي هذه كتب واحد الافتتاحية شموا فيها، هذا هو السبب الاغتيال ديالو، شموا فيها رائحة علاقة مع الجيش اللي كان تيشك فيها الحسن الله يرحمه، فاعتقلوه اختطفوه وذهبوا به إلى الحدود المغربية الجزائرية. في أي وقت هذا؟ قبيل يعني قبل ما يموت في 75 أواخر 75، يعني غادي تكون بشي 20 يوم ولا 30 يوم ولا شي حاجة هكذا. أنا كنت ضبط شوية التواريخ، إذن أنا أعطيت هذه في الشهادات اللي اتخذت وبقات سرية إلى حين عن طريق هيئة الإنصاف، الهيئة الأولى ديال التحكيم اللي كنت درت فيها أنا شهادة، ودار فيها عبد السلام الجبلي شهادة، وشي 8 الناس داروا شهادات خاصة باش سيد محمد ولي العهد يعرف بعض الحوايج اللي ما كانش هو في السن ديال باش يعرفهم. فأنا حكيت على قضية عمر، هذا الشيء اللي غادي نقول لك دروك حكيته، لأنه حكى لي عبد الرحيم برادة على لسان عمر، قال لي عمر تيقول لك بأنه راه تختطف، وقالوا ليه هددوه، قالوا ليه راه هذاك الافتتاحية خصك تقول لنا شكون اللي قال لك هذيك المعلومة اللي وقعت في الحدود ولا يعرفها إلا الجيش، شكون اللي قال لك؟ قال لهم أنتم تتعرفوني، يعني كي تيقولوا يعني الحق المهني في سرية المصادر، غادي نقول لكم شو لابد تذبحوا. قالوا ليه غادي نقتلوك هنا وغادي نرميوك وغادي نقولوا للمواطنين بانك انت بغيتي تلتحق بالبوليساريو. طبعا هذه التهمه يمكن تصدق علينا حنا، ممكن تصدق على عمر اللي قال فلتكوني المسيره، يعني ما لا تجوز، هو عارف باللي ما يمكنش ولكن عارف باللي مهدد. ملي رجع ملي ردوه بدا تيحس، فدار واحد المرحله تسمها التامل اللي كنت درتها انا من بعد. هي مش جا عندي عبد الرحيم قال لي راه هو في حالة تأمل 15 يوم. فهذيك اللحظة ديال التأمل كان يجتمع مع بعض الاتحاديين حوالي 8 الناس، وقال لهم، وهذا كلام مشجر خلاه لي مصطفى الشرق القرشاوي، قال لهم بأنه عمر كان بحال المهدي مبركة شوية، ما تيقدرش، مسألة تقدير، مسألة ميزان القوة، كان تيتصور بأنه الضغط من أجل إطلاق سراح المعتقلين شرطا للدخول إلى الانتخابات الجماعية ممكن نحقه. عبد الرحيم بوعبد ما كانش تيبان ليه، واليزري ما كانش تيبان ليهم، هو كان مصر، وكانوا تيتهربوا منه. بالمناسبة كانوا تيجتمعوا بعض المرات المكتب السياسي بدون حضوره، هذا الشيء باش جلس في التأمل. فهو قال في هذا الاجتماع بأنني غادي نوقف ضد هذا التوافق، وهذا كان هو التوافق الأول، لأنه الميثاق الجماعي في 76 المسيرة الخضراء، الميثاق الجماعي وانتخابات 77 البرلمانية هي اللي فتحت الباب للتاريخ كله اللي جا من بعد الكونفدرالية حتى وصلنا للحكومة التنوب إلى آخره، باش ولا بوعبيد هو اللي متحكم في عبد الرحمن على برا يسانده. هذوك الثمانية اللي كانوا تما أحدهم أخبر، والدولة تعرف باللي بدون عمر ما كاين لا انتخابات ولا حزان، لا هو اللي كان متحكم في في النقابة، هو اللي كان قبل، هو اللي كان متحكم في الحزب. عبد الرحيم مهم جدا رمزيان وكذا، ولكن تنظيميا عمر هو الكل في الكل.
وعمر كان خوه السي احمد الله يرحمه حتى هو كان تيحرجوا ملي تيجي يزورو في السجن القنيطره تيقول لي اش ديمقراطيه وكذا يعني انتم ما قديتوا تخرجوا حتى المعتقلين. فعمر كان تيصر انه لا توافق حول الانتخابات قبل اساس. اذا ميزان القوه ماشي الوطني يمكن حتى الدولي كان تيبان فيه بانه وهذه راه مساله مهمه لم يقل بها احد ان ولينا عندنا حلين اما يزول عمر وجلون ولا الانتخابات ما تكونش. وفي الحالتين ضرر كبير ولكن اهونه عمر يمشي. ولهذا تم اغتياله. طبعا تدبير الاغتيال يعني انا بالنسبه لي مساله سياسيه مع مطيع وكذا. مطيع الخاليه التي قتلته كانت هي مزروعه فيه، شيء معروف ان جميع التنظيمات السريه تتكذب على راسها. ان في اخر المطاف يمكن ان تستبعد السريه ضد ولكن ربما حنا كننتظروا صدور مذكرات ابراهيم كمال واللي طبعا هي تورط عبد الكريم مطيع. لا عبد الكريم مطيع في الغالب خدع. انا ماشي تنقول عبد الكريم مطيع غير مشارك ولكن متورط. عبد الكريم مطيع كانت عنده علاقه مع عمر بجلو الله يرحمه سيئه شويه. كانوا اصدقاء وكانوا بجوج في تاسيس نقابه الوطنيه للتعليم. ولكن السي عمر الله يرحمه الشهيد حقيقه والمناضل الرائع جدا كان شويه بين قوسين يعني يستهزئ بالامور الدينيه شويه يعني بشكليه. ومطيع في ذاك الوقيته كان دخل التدين ولكن نقول لك شيء اخر الخلاف السياسي ماشي عقدي. نعم شكرا جزيلا الاستاذ عبد الصمد. ياك شكرا ويتواصل حوارنا معك.